الغامدي. كثرة المعلومات كثرة الأحاديث راح نقول لكم اللي احنا نعرفه عن موضوع خالد الغامدي. اللاعب في اتفاق من الأسبوع الماضي مع نادي الهلال، في اتفاق، والاتفاق هذا يعتبر نهائي. مسألة التوقيع من عدمها يعني والإعلان عنها يقف أمامها شيء واحد فقط، اللي هو الورقة النصراوية اللي مع اللاعب ووكيله، اللي يقول النصراويون بأنها ورقة والتزام أو اتفاق ملزم للاعب. في ثلاث سيناريوهات الآن لموضوع خالد الغامدي مع نادي النصر. الأول، إذا الورقة مؤثرة سيتم الانتظار إلى نهاية عقد اللاعب. إذا الورقة النصراوية مؤثرة وقد تتسبب في إيقاف اللاعب في حال توقيعه لنادي الهلال، قد يتم انتظار اللاعب أو يتم عدم الإعلان عن التوقيع أو الانتقال النهائي حتى انتهاء عقد اللاعب، وهذا تقريبا أقرب سيناريو. السيناريو الثاني، إذا الورقة النصراوية تم التأكد بأنها غير مؤثرة سيتم الإعلام في أقرب فرصة، ما راح ينتظرون. السيناريو الثالث لهذا الموضوع أنه النصراويين ينجحون في خلال 48 ساعة أو 24 ساعة في أنه يكون هناك تقريب وجهات النظر ويتم الاتفاق مع اللاعب على استمراره في نادي النصر. مثلا في اتفاق نهائي، في اتفاق نهائي، وفي كثير من التفاصيل. إيش اللي بيصير؟ المسألة هي وصلت الورقة الملزمة والاتفاق الملزم اللي يزعم النصراويين أنه ملزمة، وفي الطرف الآخر في أطراف أخرى تقول أنه هذا الاتفاق غير ملزم أو انتهت صلاحيته بعدد أيام معين. لكن واضح أنه خالد الغامدي موضوع داخل البيت النصراوي أصبح حلو حديث كبير، لا يرغب النصراويين بالذات في الأيام القادمة أن يكون هناك تركيز خارج حدود مباراتهم القادمة أمام الفريق الاتحادي التركي. عشان نفهم موضوع خالد الغامدي علينا أن نفهم كيف يفكر وكيف يدير فيصل بن تركي بن ناصر إدارة الأمور في نادي النصر. حجر الزاوية في الموضوع ليس خالد الغامدي ولا وكيل أعماله، حجر الزاوية في الموضوع هو فيصل بن تركي. الأمير فيصل بن تركي يعني رجل واضح وشفاف مع الجماهير النصراوية على وجه الخصوص هذا الموسم بالذات، والرجل أنهى ملفات بالغة الأهمية في هذا الموسم بعيدا عن الضجيج. أنهى ملف إبراهيم غالب وهو يعني مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للجماهير النصراوية فنيا إلى يمكن تجاوز هذه المسألة، وأنهاها الأمير فيصل بكل هدوء وبعيدا عن الضجيج. أنهى ملف شايع شراحيلي، أنهى ملف عبدالله العنزي في دقائق وأيضا بدون مؤتمرات صحفية وبدون تسريبات عقود وبدون أي شيء بكل هدوء. أنهى ملف محمد السحلاوي وهو الهداف الآن في قائمة الهدافين السعوديين وربما يخطف اللقب. أنهى ملفات معقدة وشائكة، وقبل أن ينهي هذه الملفات المعقدة والشائكة كان السياسة واضحة، قال أن أردنا نسجل سنسجل، إن لم نرد أحد الله يسهل عليه. يبدو أن هذه السياسة انطبقت تماما على خالد الغامدي. سياسة فيصل بن تركي واضحة، لو كان يريد خالد الغامدي فنيا جماهيريا على كل المستويات أبقاه، لو ما بغى فأعتقد أنه سيطلق له الإعلان. نقطة أخيرة بس يتركي في مسألة الورقة اللي تحدثت عنها، أي حتى هذه الورقة حجر الزاوية هو فيصل بن تركي. أن أراد فيصل بن تركي أن يترك اللاعب فهو لن يلتفت للتوقيع معه ولن يلوح بهذه الورقة نهائيا، حتى متى ما رأى أنه هذا اللاعب لا يستحق البقاء في النصر على الأقل فنيا أو شيء آخر، لا نتحدث عن أمور أخرى، أو أنه البيت النصراوي رأى أنه خالد الغامدي غير مجدي بقاء في النادي. فأنا أعتقد أنه حجر الزاوية في كل موضوع هو طيب. الأمير فيصل، وعلى الجماهير النصراوية ألا تنزعج كثيرا من هذا الموضوع. حسن، طبعا أنا يمكن ما إذا كان أتكلم عن بيئة احترافية يجب أن احنا لا نتعامل معها على طريقة أفلام جيمس بوند اللي هي الغموض وحاولت معرفة ماذا يدور في الغرف المظلمة وأسرار وزي كذا. أنا كمدير فني لفريق قدم نادي النصر كارينيو
عندي أمامي اللاعب لاعب أساسي أمامي ولاعب بيأدي دور إيجابي في الفريق، أحتاجه أو ما أحتاجه؟ هذا المبلغ طلب من الوكيل عمل اللاعب أو من اللاعب أيا كان، 4 مليون 5 مليون، هل تعتقد أن هذا اللاعب يستحق هذا الرقم وهل تحتاجه؟ إذا المدرب والإدارة اتفقت أحتاجه أعلن أنه تم التوقيع معاه بالشروط اللي طلبها اللاعب، ما تمت أنا أعلن أنه لم يتصل اتفاق مع اللاعب وبالتالي سيرحل إلى أي جهة أخرى. هذه الأمور نفترض إذا كان نتكلم عن بيئة احترافية. الآن المسألة ما عندها بيئة احترافية، الآن بعد الكلام اللي سمعناه دار قبل 3 أيام أو 4 أيام أنه اللاعب اتفاق مع إدارة نادي الهلال والاحتمال يروح نادي الهلال، هي الآن تحتمل جانبين. الجانب الأول هي تدخل الآن مرحلة العناد، مرحلة العناد بين متنافسين، كل شخص يرى أنه قادر، أنه يعني عملية كسر العظم، أنه أنا أقوى منك، يعني فرد عضلات أن أنا أجيب لاعبك وأنت لا لاعبي ما تقدر تأخذه. نرجع لشغل زمان اللي هو الهواية مو شغل احتراف. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه غرم العمري رجل ذكي جدا ورجل فاهم عمله يعني تماما، سريع حسن عشان أنه بيوقع في خطأ، ما راح يوقع في خطأ أنه يوقع لاعب ورقة مع الهلال ويكون عنده ورقة مع النصر ويعرض لاعب للمساءلة أو الإيقاف أو أي أمر قانوني. أعتقد أنه هذه يعني نستبعدها تماما من الحسابات. طيب حنروح الفاصل، بعد الفاصل نعود للجزء الأخير. يطلع في فقرة بين قوسين أحمد الشمراني يكشف السبب الحقيقي خلف الاحتقان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. تركي السهلي وحسن عبد القادر هم ضيفاء حلقة الليلة. حسن أنا كنت استعجلتك بس وانت تتكلم عن موضوع خالد الغامدي، عندك شيء تحب تضيفه في الأخير؟ عندي دقيقة. ايوه انا يعني بس بقول لك ان المطعم يعني مفترض ما يكون فيها اسرار، هي عرض وطلب واحتراف. انا كنادي النصر احتاج اللاعب بناء على راي فني وراي ومناسب المبلغ اللي عرض عليه، ما يكون مبلغ يعني اوفر زياده عن بقيه اللاعبين. اعلن انه تم التعاقد معه، ما تم يا اخي اعلن مؤتمر صحفي. احنا نسمع يا تركي الان في اوروبا يقول لك انه اللاعب اساسي، ويقول لك هذا اللاعب الموسم القادم سيلعب الى نادي اخر، هو لسه لاعب اساسي مع ناديه. الشغله عرض وطلب واحتراف، ما فيها اسرار ولا فيها يعني انه ممكن يخطفوه اخر الليل او انه ياثروا عليه. بالاخير النصر اذا احتاج اللاعب والسعر مناسب معه اهلا وسهلا نوقع، ما احتاج يقول لم نتفق الى اتفاق سواء مادي او لا نرغب فيه فنيا وبالتالي يتم الاستغناء عنه. الشغله ما هي يعني مساله اسرار. طيب حسن شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، نشوفك في حلقه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا تركي، شكرا جزيلا. اشكرك وسعيد جدا بالظهور في كوره وسعيد معك تركي في هذه الليله، وأشكر أيضا الزميل حسن، وكانت الحلقة موفقة ونشكرك وجودك. شكرا.